أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نستعرض الآن وإياكم التوقعات الجوية للمملكة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تنشط الرياح الجنوبية بشكل لافت تعمل على إثارة الأتربة والغبار. 12 درجة مئوية كحرارة الدنيا، الملموس 11، الرطوبة 57%، أما الرياح تكون أو حول 40 كيلومتر في الساعة، وبالتالي تكون الرياح الجنوبية غربية إلى جنوبية نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس بارد نسبيا في عموم المناطق، سكاكا 16 إلى 5، عرعر 15 إلى 4، وتبوك 19 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية أجواء مستقرة أيضا، المدينة المنورة 14 إلى 13، جدة 32 إلى 22، مكة المكرمة 32 إلى 22 أيضا، والطائف 24 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 13 إلى 11، أبها 21 إلى 9، وجازان 30 إلى 27. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية والدمام، رياح نشطة 21 إلى 12، حفر الباطن 17 إلى 6، والإحساء أتربة مثارة ورياح نشطة 21 إلى 19. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 19 إلى 10، بريدة 19 إلى 9، وحائل طقس غائم جزئي 18 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.